السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج الانفرا ووركس في ميزة جميلة جدا ان انت تقدر تستورد من اكتر من مكان، فده معناه ان انت تقدر تجمع الداتا بتاعت المشروع في الانفرا ووركس. يعني تقدر تاخد من الجي اي اس ومن السيفل 3 دي ومن الريفت ومن حاجات كتيرة جدا. على سبيل المثال هتيجي هنا كونتنت وتختار داتا سورس، او من هنا على طول هتدوس على داتا سورس فيبدأ يجيب لك ان انت تقدر تستورد من اماكن كتير جدا. طيب خلينا نيجي نقول له هنا ان انا عايز استورد من ال 3 دي موديل او اوتوكاد دي دبليو جي 3 دي او 2 دي او اوتوكاد 0 3 دي او اي ام اكس او ريفت او 6 جي ام ال او دي جي ان او لاند اكس ام ال او اف سي او بوينت كلاود راستر اس اتش بي من 0 3 دي، وعندك الاس كيو ال والسكتش اب. فاي واحد فيهم هتختارها هيبدا يقول لك عرف لي الداتا، عرف لي الملف اللي انت عايزه. اخترت اي ملف انت عايزه، هتقول له اوكي. هيبدأ يتعرف عليه ويبدأ بس يسألك عن الاحداثيات بتاعت الملف دوت ويبدأ يضيفه للمشروع بتاعك. تمام، هو اي حاجة بيحطها منظمة مع بعض، يعني الروتس مع بعض، التضاريس مع بعض، الجراوند مع بعض وهكذا. تمام. طيب هنا بيقول لي ان هو لسه متعرفش كونفيجر، وتبدأ بس تحدد له المكان اللي هيبقى موجود فيه الاكس والواي والزد والكوردينيشن سيستم اللي انت شغال بيه، تقدر ان انت تغيره وتختاره من هنا ويتحدد له المكان بالظبط فين، فهو هينزل في نفس المكان اللي انت عايزه. طيب لو في فاميلي معينه عايز ان انا ابدا استوردها، فانا ممكن اقول له ستايل باليت، فيبدا يجيب لي حاجات كتيره جدا. يعني بص هنا في حاجات خاصه بال 3 دي موديل، في الفساد، حاجات خاصه بالماتيريال، وكلها دراج اند دروب وتبدا تشتغل معاك. طيب ال 3 دي موديل اقول له بلس وابدا اختار الملف اللي انا عايزه. وليكن مثلا هختار فيلا مثلا اهو. هو بيسالني بقى المفروض الروتيشن قد ايه، السكيلنج قد ايه، تقدر تكبر وتصغر زي ما انت عايز. وهقول له اوكي، فيبدا يضيف لي الملف هنا عندي بحيث ان انا اقدر استخدمه. زي ما انت شايف دي هنا مثلا في فولدر خاص بالمباني، بحيث لو انت عايز تاخد اي مبنى وتبدا تحطه في اللوكيشن بتاعه في امكانيه سهله جدا. لذلك هيبدا يظهر معايا المبنى هنا واقدر اعمل له دراج اند دروب واستبدله باي مبنى من المباني الموجوده. مثلا اهوت بيقول لي اختار الاسم اللي انت عايزه. طب انا سحبته واقول له اعمل له ريبليس بالمكان دوت. تمام، فبدأ فعلا عمل لي ريبليس للمول بالشكل دوت. اي لحظة عايز تعمل ديليت تقدر انت تعمله، تقدر انت تيجي هنا وتغير الخصائص بتاعته بسهولة اهوت. تقدر تعمل له اديت للخصائص اللي موجودة لو انت في حاجة عايز تعدلها، عايز تكبر او تصغر الماس بتاعه زي ما انت عايز.